بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم في الشيت ده، هو شيت مختصر جدا بيحدد لك سمكه العناصر الخرسانيه زي الوان واي هولو بلوك، التو واي هولو بلوك، الهيدن بيم، الوان واي سوليد سلاب، التو واي سوليد سلاب، البروجكتد بيم، والفلات سلاب. طبعا الحاجات دي بتبقى ما بتيجي تشتغل في الديزاين، في اول حاجه بتبقى عايز تجيبها معاك هي الكونكريت دايمنشن. تمام، طبعا الكلام ده مشروح للكود الجديد اللي هو 203/2018. فهنبدأ بأول حاجة مثلا زي عنصر زي الوان واي هولو بلوك كده. الفكرة كلها باختصار ان انت بتدخل اجهاد الحديد الاف يلدنج اللي عندك بكام، بوحدات النيوتن على ملي متر مربع او الميجا باسكال. والكلام اللي انا هقوله هنا هو ينطبق على كل الشيتات الموجودة، نفس الوحدات ونفس الترمات. ال رب هيبقى عندك ده بخمسة متر او ايا إن كان انت بتدخله. انت اصلا مش مسموح لك تدخل اي حاجة غير الخلايا المتحددة باللون الابيض فقط. بتختار من هنا نوع السبورت اللي عندك، هل هي البلاطه دي سيمبل ولا كونتينرس وان سبان ولا كونتينرس تو سبان ولا كانتليفر. وتبدا بعد كده تدخل سمكه البلاطه اللي هي بتبقى البلاطه السوليد اللي فوق الاعصاب، هل هي 7 سم 8 سم حسب ما انت هتحطها او انت شغال. بعد كده الشيت بيبدا يطلع لك ارتفاع البلوك ويطلع لك التيب كلها بتاعه الهولو بلوك اللي هي الاتش بلوك زائد التي اس. هتلاقي ان ده دلوقتي عندك هو السمك العصب كامل، وده سمك البلاطه كامل، ده ارتفاع البلوك وده ارتفاع البلاطه. يعني البلاطه دي لو كانت 8 سم هتلاقيها اتغيرت هنا، وهتلاقي ان البلوك ده 20 وبقى دي كامله 28. يعني لو كانت عندك الاف يلد ب 420 والطول ده كان مثلا ب 4 متر، هتلاقي ان انت دلوقتي عندك السماكه بقت 23. فهي الفكرة كلها حتى لو طول العصب ده كان 1 متر، هتلاقي ان اقل حاجة طلعت معاك هي 23 سم ارتفاع البلوك، ولو دي كانت 7 هتقل معاك تبقى 22، لان البلوك الموجود في السوق اقل سمك ليه هو 15 سم. فهو برضو يعني واخد في اعتباراته ان ما يقلش عن 15 سم في ارتفاع البلوك. تمام، يعني لو طب ليه اجهاد الحديد؟ يعني مثلا لو كان عندك ده 6 متر وان واي، تمام، اجهاد الحديد كان 350، كان مدي لك بلاطة 37 سم. طب اجهاد الحديد لو رفعناه 420 ادالك بلاطة 32 سم. الفرق ده جاي ليه؟ لان القوانين الموجودة في الكود الجديد اللي هي بتنضرب موجودة الاف فيلد 420. فلو انا شغال باجهاد 350 مثلا، بروح اضرب في معامل تصحيح، قيمه معامل التصحيح ده بتبقى 4 من 10 زائد الاف يلد على 700. الكلام ده لو انت شغال حديد 350 هتلاقي معامل التصحيح ده طالع ب 9 من 10، ولو انت شغال اف يلد ب 400 هتلاقي معامل التصحيح طالع معاك 97 من 100. طبعا الكلام ده انت ما تشغلش دماغك بيه، هو الشيت في واخد طبعا في اعتباره كل الكلام ده. ده بالنسبه لاول عنصر اللي هو الوان واي هولوك. التو واي هولو بلوك هيبقى نفس الكلام، بروح ادخل الطول اللي عندي اللي هو ال شورت، بس هنا بيدخل لك المينيمم سيكنس، وهتحتاج انك تعمل تشيك ديفليكشن. لكن دي مش هتحتاج انك تعمل فيها تشيك ديفليكشن، لان الكود قال لك لو خدت الارقام اللي هو مديها لك دي هتبقى خلاص سيف ديفليكشن لحد بحر 7 متر. التو واي هتلاقي ان ال اس معاك اهي بتختارها الطول القصير في البلاطه. يعني لو عندك بلاطه مثلا 11 في 10 او 12 في 10، فراح ادخل الطول اللي هو الصغير ال 10، هيبدا يحسب لك انت تدخل له تي اس ب 7، ونوع السبورت اللي عندك هل هي مثلا سيمبل، لا هي مثلا مستمره من جهه واحده كونتينوس وان سبان زي الشكل ده، هتلاقي طالع معاك ان السمكه في 27. طب هي لو كانت سيمبل هتلاقي ان السمكه عادت بقت 32، ولو كانت مستمره من الجهتين هتلاقيها طالعه معاك ب 27. نفس الكلام برضو هتلاقيه واخد معاك المينيمم، يعني لو كان طول العصب ده ب 1 متر هتلاقي ان هو برضو واخد لك اقل بلوك 15 سم، والسمك بتاعك يبقى كله 22. نفس الكلام للهيدن بيم، هتدخله الاف يلد اللي عندك، هتدخل ال، هتبدا تحدد هل هي مستمره من جهه، مستمره من جهتين، ولا سيمبل، ولا كانتليفر، ايا كان. وهتروح بعد كده تطلع لك قطاع القمر. يعني لو كان عندك انت شغال ايجاد حديد 400، شوف هتلاقي ان 32، ولو شغال 350 هتلاقيها بقت 34. وليكن احنا نشتغل على ايجاد حديد 420 وطول القمر مثلا كان 4 متر، هتلاقيه مديها لك ب 20. طبعا احنا مدخلين في الشيت ده ان اقل سمك للهيدن بيم هيبقى 20 سم، فلو كان عندي طولها 1 متر مش هتلاقيه اقل عن 20. تمام، ولو طولها مثلا كان 7 متر هتلاقيه رفع معاك ل 35. الوان واي سوليد سلاب نفس الكلام، بدخل الاف يلد اللي انا عايزها، بدخل طول الشورت الوان واي سوليد سلاب اللي هو الطول اللي بيروح الحمل في اتجاهه، او غالبا بيبقى الطول القصير في الشغل بتاعنا.
وهتلاقي عندك هنا برضو الكونديشن سبورت بتاعتك، هل هي سيمبل كونتينوس كونتينوس ونسبان، نفس الكلام متكرر وتدخل له تي اس، نفس الكلام في التو واي، دي بتبقى مينيمم سيكنس وبتحتاج انك تعمل عليها تشيك ديفليكشن. الكمرات الساقطه نفس الكلام، الفلات سلاب، الفلات سلاب هتبقى عندك البلاطات يا اما وزود دروب بانل يا اما وز دروب بانل، الكود مصنفهم لكده. فلو انا مثلا كان عندي البلاطه وزود دروب بانل بيبقى عندك اختيارين، يا اكسترنال يا انترنال. طب يعني ايه اكسترنال يعني ايه انترنال؟ لو جيت وقفت امتى هنا على الاختيارات اللي انت بتختار منها دي هتلاقي ان انا كاتب لك كومنت اهوت عليها يعني ايه اكسترنال ويعني ايه انترنال. ببساطه شديده ان الاكسترنال ده بيبقى الطول الكبير بتاعها يا سيمبل يا مستمر من جهه واحده، طويل بتاعها مستمر من جهتين. يعني لو خدنا بلاطه زي دي ده الطول الطويل فهتلاقي مستمر من جهه واحده بس فتبقى اكسترنال. البلاطه اللي جنبها لو جيت شفت الطول الطويل هتلاقي مستمر من الشمال ومستمر من اليمين فتبقى بلاطه انترنال. ده برضو شكل توضيحي يوضح لك بس فكره الاكسترنال والانترنال. الطول اللي هنا هو بيبقى اكبر طول الباكيه اللي عندك، يعني لو عندي بلاطه 8 في 7 باخد ال 8 تمام مثلا 8 متر وبختار هل هي بقف على السهم ده يطلع لك الاكسترنال والانترنال. انا البلاطه اللي عندي اقول مثلا انها انترنال هيديك سمكه ب 24. نفس الكلام لو البلاطه دي مثلا كانت 9 متر بس ويز دروب بانل، بلاطه ويز دروب بانل نفس الكلام اللي فوق، هقف هنا اختار مثلا ان انا اكسترنال هتلاقي بعد 25، ولو هي كانت انترنال هتلاقي معاك ب 24. ده فكره الشيت باختصار والقوانين الموجوده فيه طبقا لاخر تحديث في الكود اللي هو 2018. ولو في مثلا حد عنده اضافه ان احنا ممكن نحسن بيها للشيت مفيش مشكله يراسلني ومفيش مشكله يعني نظبط الدنيا. بس شكرا والسلام عليكم.